بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 160. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في فصل عقده لتعداد المعتدات، وسبقت معنا الأولى وهي الحامل، ثم قال رحمه الله: فصل. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الثانية من أنواع المعتدات: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. أما الحامل فقد سبق أن عدتها وضع الحمل من وفاة وغيرها، لكن إذا توفي عنها وهي غير ذات حمل فإنها تعتد عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10 أيام، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت العدة في عدة الوفاة في أول الإسلام 1 سنة، ثم إن الله خففها وجعلها 6 أشهر و10 أيام في هذه الآية الكريمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. قبل الدخول وبعده، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن الآية لم تفصل، وإنما التفصيل في المفارقة في الحياة، أما المفارقة بالموت فإنها تعتد مطلقة. نعم. قال: للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. نعم، للحرة 4 أشهر و10 أيام بنص الآية، وللأمة نصفها أي 2 شهر و5 أيام، لقوله تعالى في الإماء: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة على النصف من الحرة في العدة وغيرها. نعم. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. إذا مات هذا من تداخل العدد. نعم. إذا مات عن مطلقة، إذا مات الزوج عن مطلقته نظرنا، فإن كان الطلاق بائنا فإنها تستمر في عدة الطلاق. أما إن كان الطلاق رجعيا، يعني لزوجها الرجعة عليها، فإنها تبدأ عدة الوفاة وتلغو عدة الطلاق، لأنها زوجة. والله جل وعلا يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والرجعية زوجة ما دامت في العدة، فتدخل في عموم الآية. نعم. قال: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إن مات في عدة من أبانها في حال الصحة
لم تنتقل بل تبقى على عدة البينونة ولا تعتد للوفاة لأنها ليست زوجة، فلا تدخل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أما إن كان متهما بقصد حرمانها بأن طلقها في حال مرض الموت فإنها تكون مثل الرجعية، تبتدي عدة الوفاة وترث منه معاملة له بنقيض قصده. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها نعم تعتد الأطول من عدة وفاة إن كانت أطول من عدة الطلاق، أو عدة الطلاق إن كانت أطول من عدة الوفاة. ويتصور هذا في التي تتأخر حيضتها، التي تتأخر حيضتها أشهرا أو، فإنها تعتد بالحيض لأنها تكون أطول من عدة الوفاة. أما إذا كانت ذات حيض منتظمة ولا تتأخر فإنها تعتد بثلاث حيض وهي أقل من عدة الوفاة. نعم. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها. ما لم تكن أمة أو ذمية، لأنه لا ميراث لهما فيستمران على عدة الطلاق لأنه لا ميراث لهما وليس متهما بحرمان في حقهما، فيعتدان عدة الطلاق. نعم. أو جاءت البينونة منها أو طلقها في مرض موته بطلبها هي، طلقها في مرض موته طلاقا بائنا بطلبها هي، فإنها تعتد عدة طلاق لأنه ليس متهما بقصد حرمانها لأن هذا بطلبها، أو كان علق طلاقها على شيء ففعلته في مرض موته فإنها تعتد عدة طلاق لأنه ليس متهما بقصد حرمانها لأنها هي التي تسببت في الطلاق. نعم. قال فطلاق لا غير. نعم. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. نعم. إذا طلق إحدى نسائه، عنده نساء أربعة أو ثلاث أو ثنتين، طلق إحداهن ولم يبين، مات قبل أن يبين من هي المطلقة. نعم. أو طلق إحدى نسائه معينة ولكنه نسيها، ولكنه نسيها ومات قبل قرعة، قبل القرعة، فإنها تبقى مبهمة حينئذ. فإن نساءه يعتددن كلهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق، لأن هذا هو الأحوط، لأن هذا هو الأحوط، لأن كل منهن يحتمل أنها مطلقة أو متوفى، ويحتمل أنها متوفى عنها، فيأخذن الأطول منهما لأن هذا هو الذي تبرأ به الذمة. نعم. سوى حامل. أما الحامل فلا إشكال أنها وضع حدتها وضع الحمل كما سبق، سواء كانت مبهمة أو غير مبهمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة الحائل ذات الأقراء. الثالثة من أنواع المعتدات الحائل، يعني التي ليس فيها حمل، وهي من ذوات الأقراء يعني الحيض التي تحيض، فعدتها ثلاث حيض، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء هي الحيض، فتعتد بثلاث حيض. نعم. قال الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة. مفارقة في الحياة، أما المفارقة بالموت فعدتها أربعة أشهر عشرة أيام كما سبق. نعم. فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا في الحرائر، وكذلك المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق تغليبا لجانب الحرية، تعتد بثلاث حيض. نعم.
قال فإن عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، وإلا قرآن. وإلا إن كانت أمة عدتها قرآني، يعني حيضتان، لأن الحيضة لا تتبعض، هي على النصف من الحرة، فكان التقدير أنها تعتد بحيضة ونصف حيضة، ولكن الحيضة لا تتبعض، يجبر الكسر فتصير حيضتين. نعم. الرابعة: من فرقها حياً ولم تحض لصغر أو إياس. الرابعة من أنواع المعتدات، من فارقها في حال الحياة ولكنها ليست من ذوات الحيض، ليست من ذوات القروء، وهي الآيسة التي بلغت سن الإياس أو الكبيرة أو الصغيرة التي لم تبلغ الحيض، فهذه عدتها بالأشهر لقوله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أول الآية في الآيسة وآخرها في الصغيرة التي لم تحض، يعني لم تبلغ سن الحيض، فتعتد بالأشهر 3 أشهر بدل 3 حيض. نعم. قال فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهر. أما الأمة فتعتد 2 شهر لأنها على النصف من الحرة، وكان القياس أن يكون 1.5 شهر، لكن لا يتبعض فيكون لها شهران، يكون لها شهران. نعم. ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. نعم. قال فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهر ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. أما إذا كان بعضها حر وبعضها رقيق فإنها تعتد بالحساب من 3 أشهر بحسب ما فيها من الحرية والرق، فيحسب نصيبها بالحرية من الأشهر ونصيبها من نصيبها من الأشهر بالرق ويجمل فتعتد به. نعم. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. الخامسة: من ارتفع حيضها، هي من ذوات الحيض، ما هي من الآيسات ولا من الصغيرات، هي من ذوات الحيض وارتفع حيضها ولم تدري ما السبب الذي رفعه، فهل هذه نعتبرها مثل الحيض ونعطيها أحكام الحيض، أو نعتبرها مثل الآيسات، أو ماذا نعمل؟ سيبين هذا. نعم. قال فعدتها 9 أشهر للحمل 3 للعدة. عدتها 1 سنة احتياطا، لأنها يحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 3 أشهر. فنجمع بين الأمرين، نجمع بين احتمال الحمل واحتمال عدم الحمل، والحمل غالب مدته كما سبق 9 أشهر والآيسة 3 أشهر، فإذا جمعنا 3 مع 9 صارت 12 شهرا وهي 1 سنة. نعم. هذا من باب الاحتياط، أنها يحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل، فنعاملها بالاحتمالين. نعم. وتنقص الأمة 1 شهر. الأمة تنقص 1 شهرا من 12، لأنها في الحمل لا تختلف عن الحرة. نعم. لا تختلف عن الحرة، عدتها حملها 9 أشهر. وأما بالناحية الأشهر فكما سبق أنها تعتد ب2، فإذا جمعنا 2 مع 9 صارت 11 شهرا. نعم. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. نعم. المستحاضة بأنواعها: المستحاضة التي ليس لها عادة، المستحاضة التي لها عادة ونسيتها ونسيت عادتها، المستحاضة التي ليس لها عادة بأن كانت مبتدأة، هذه تعتد ب3 أشهر،
لأنها ليست من ذوات الحيض فتلحق بذوات الأشهر. نعم. ومن بلغت ولم تحض. نعم. كذلك كذلك مثل نعم. والأمة شهران. والأمة شهران كما سبق لأنها على النصف ويجبر الكسر فيكون لها شهران. نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع. هذه الحالة الثانية التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها، الحالة الأولى لها ألا تدري ما رفعه. نعم. هذه عدتها سنة كما سبق. الحالة الثانية أن تدري ما رفعه بأن أخذت دواء أو أجرت عملية أو ربطا كما يستعمل الآن فارتفع عنها الحيض ثم طلقت، فماذا تعمل؟ نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. هذه المشكلة، هذه هل نلحقها بذوات الحيض أو نلحقها بالآيسات أو لا تكون من هذا ولا هذا؟ قال تنتظر، إذا علمت ما رفعه فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس 50 فتعتد عدة الآيسة 3 أشهر، لأنها تدري ما رفعه وربما يعود، ما أيسنا منه، لم نيأس من عودة الحيض، فتبقى ترجو أنه ينزل عليها الحيض فتعتد به لأنها من ذوات الحيض. فإذا بلغت سن الإياس أيسنا من مجيء الحيض فتعتد عدة الآيسة. فهذه كما ذكر يعني تنتظر، فإن عاد الحيض اعتدت به 3 حيض. نعم. وإن لم يعد فإنها تعتد عدة الآيسة إذا بلغت سن الإياس. والقول الراجح أنها تعتد بسنة كالتي قبلها، 9 أشهر للحمل و3 للعدة. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال السادسة امرأة المفقود. امرأة المفقود، والمفقود من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. ولا موت. وهذا ذكر العلماء أن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون غالبه السلامة فهذا ينظر إلى تمام 90 سنة منذ ولد ثم يحكم بموته، والحالة الثانية أن يكون غالبه الهلاك كمن فقد بين الصفين في القتال أو خرج من بيته ولم يعد أو انكسرت سفينة فلا يدرى هل هو مع الناجين أو مع الهالكين، هذا غالبه الهلاك. فينتظر 4 سنين، ينتظر 4 سنين ثم يحكم بموته، وعند الحكم بموته تعتد زوجته. نعم. قال امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. أي نعم، ما تقدم في ميراثه إن كان غالبه الهلاك تنتظر 4 سنين ثم تعتد للوفاة لأنه حكم بموته، وإن كان غالبه السلامة فإنها تنتظر إلى 90 سنة منذ ولد. نعم. 90 سنة منذ ولد. منذ ولد، فإذا مضت 90 سنة ولم يأتي حكمنا بموته، لأن الغالب أنه لا يتجاوز 90، الغالب أن الإنسان لا يتجاوز 90، والذين يتجاوزون 90 يكون هذا الأمر نادرا فلا عبرة بالنادر، فيحكم بموته من تمام عمره 90 سنة منذ ولد، وتعتد زوجته عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام إن كانت حرة أو 2 شهر و5 أيام إن كانت أمة. نعم. قال وأمة كحرة في التربص. نعم، يجب على الأمة الزوجة الأمة العدة أن تتربص لأنها زوجة تدخل في عموم الزوجات. نعم. يبدو أنها يريد تربص المفقود. قال وأمة كحرة في التربص. نعم. وفي العدة نصف عدة الحرة في المفقود وغيره. نعم. هي يجب عليها التربص. نعم. أي الانتظار للمفقود مدة الذي غالبه الهلاك أو الذي غالبه السلامة. نعم. ثم تعتد عدة الوفاة عدة الأمة للوفاة، يعني في التربص يعني انتظار المفقود. نعم. قال وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. كأمة في التربص
يعني ما تنقص عن الحرة في أنها تنتظر 4 سنين إن كان غالبه الهلاك أو تمام 90 سنة منذ ولد إن كان غالبه السلامة، ثم بعد ذلك ترجع إلى الأصل فيها وهي أنها على النصف من الحرة في العدة، فتعتد نصف عدة الحرة 4 شهران و5 أيام. نعم. ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. نعم، حالة المفقود لا تفتقر إلى حكم حاكم إذا تمت 4 أشهر بالنسبة لمن غالبه الهلاك أو 90 سنة منذ ولد لمن غالبه السلامة، هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، فإذا مضت المدة في الحالتين فإنها تعتد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. إذا حكمنا بموت المفقود في الحالتين واعتدت امرأته عدة الوفاة ثم تزوجت بعد الخروج من العدة وجاء زوجها المفقود، نظرنا فإن كان الزوج الثاني وطئها فإنها تستمر ويرجع عليه الزوج الأول بما دفع من المهر، وإن كان قبل الوط فإنها ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول ويرجع الثاني عليه بما دفع. نعم. قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. نعم، لأنها باقية على نكاحه. وبعده له. بعده للثاني لأنه اعترضه نكاح آخر بناء على الظاهر. نعم. قال: وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول. له أخذها. وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول. يعني له أي للزوج الأول أن يأخذها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى تجديد عقد. ولو لم يطلق الثاني. أي نعم. وإن كان الثاني قد وطئها. هذا بعد الوطء. نعم، بعد الوطء. تخيير بعد الوطء. نعم. نعم. قال: وبعده. بعد الوطء. نعم. له أخذها زوجة بالعقد الأول. لأن العقد الأول باقي. نعم. ولو لم يطلق الثاني. إيه نعم، لأن تبيننا أن عقد الثاني ما هو صحيح. نعم. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. لاحتمال أن تكون حاملا من الثاني. نعم. وله تركها معه من غير تجديد عقد. نعم، يكفي العقد الذي عقد عليها إذا أقره الزوج الأول فيصح، فصار عقد الثاني في هذه الحالة مبنيا على الإجازة، إذا لم يجزه ترجع زوجته إليه بالعقد الأول، وإذا لم يجزه إذا أجازه فإنه يصح وتكون زوجة للثاني. نعم. يعني العائد المفقود العائد يخير إذا تزوجت زوجته بعده يخير. ووطئت. أي نعم. يخير بين إقرار العقد الثاني أو عدم إقراره. نعم. فإن أقره وقد وطئت لابد أن يستكمل فراغ عدتها من الثاني. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. أي نعم، إذا أجاز العقد الثاني وصارت زوجة للثاني فإنه يرجع بالمهر الذي أعطاها على الزوج الثاني لأنه أخرجها من عصمته. نعم. ويرجع الثاني عليها بما أخذه منها، بما أخذه منه. ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه لأنها كأنها غرته بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال: فصل: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذا بيان لابتداء العدة، العدة من ابتداء الفراق، العدة تبدأ من ابتداء الفراق بموت أو طلاق، وليست العدة تبدأ بعلم الزوجة أن زوجها مات أو طلقها، لا عبرة بذلك. فلو فرضنا أنها ما علمت أن زوجها متوفى إلا بعد 4 أشهر و10 أيام فإنها تتزوج في الحال لأنها اعتدت ولو لم تدري. وكذلك لو حاضت 3 حيض ثم علمت أن زوجها طلقها قبل الحيضة الأولى فإنها تكون حصلت العدة فتتزوج في الحال. نعم. إذن فمن مات زوجها لا يلزم إخبارها مباشرة لأجل تحقيق العدة، تبدأ عدتها. يلزم إخبارها لأجل تلتزم بأحكام العدة المعتدة والإحداد، لكن لو ما علم
ما علم بوفاة زوجها إلا بعد أن مضت 4 أشهر و10 أيام فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن مات زوجها الغائب أو طلقها. الغائب، أما إذا كان في البلد فلا، هذا لا بد أنه تدري. نعم. أو طلقها اعتدت منذ الفرقة. نعم. وإن لم تحد، يعني يسقط الإحداد وهو تجنب الزينة في حالة الوفاة أو في حالة الطلاق، لأن يباح للمطلقة أيضا أن تحد، يباح للمطلقة أن تحد، أما المتوفى عنها فيجب عليها أن تحد. نعم. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. إيه نعم، كما سبق الموطوءة بشبهة يظن أو بعقد فاسد وهو ما اختل شرطه بشبهة أو عقد فاسد أو نعم أو زنا أو زنا، عدتها كعدة المطلقة، إن كانت حائضا تعتد بالحيض، وإن كانت آيسة تعتد بالأشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. نعم، هذا تداخل العدد، إذا كانت معتدة من شخص، نعم، وعقد عليها آخر، عقد عليها آخر ووطئها، نعم، ثم طلقها، فإنها تكمل عدة الأول، الأول ثم تعتد للثاني ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. عند الثاني. نعم. نعيد العبارة. أي نعم. قال وإن وطئت معتدة بشبهة، بشبهة يعني بغير قصد، نعم، أو نكاح فاسد، أو نكاح فاسد وما اختل شرطه، نعم، فرق بينهما، لازم لا بد من التفريق بينهما لأن العقد غير صحيح أو ليس هناك عقد أصلا. نعم. وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. أي نعم، ثم تعتد للثاني، ثم اعتدت للثاني. أي نعم، يعني لا تتداخل العدتان لأنها من شخصين، فكل شخص له عدة. نعم. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. تحل له أي لمن تحل له أي للزوج الثاني بعقد، ولا يبني على العقد الأول لأنه باطل. نعم. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، مجرد العقد لا يقطع العدة حتى يدخل بها الزوج الثاني، فحينئذ تنقطع العدة ولا تحتسب مقامها عنده. نعم. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول كما سبق. نعم. ثم تعتد للثاني، ثم استأنفت العدة من الثاني، هذا هو. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، إذا أتت بولد من الأول انقضت عدتها من الأول، وإن أتت بولد من الثاني انقضت عدتها من الثاني وبقيت عليها عدة الأول. نعم. قال انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. للآخر. نعم. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه. نعم، إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم وطئها أثناء العدة يظنها زوجته فإنها تبطل عدتها وتستأنف عدة ثانية من الوطئ. نعم. ودخلت فيها بقية الأولى. نعم. يقول استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. نعم، يعني ما يحتاج أن تعتد ثانية، أي لا تكمل العدة الأولى يعني. نعم. وإن نكح من لأن القصد معرفة براءة الرحم. نعم، من الوطئين. نعم. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت. نعم، إذا نكح يعني عقد، المراد بالنكح هنا العقد. إذا نكح من أبانها في عدتها فهذا العقد وجوده كعدمه. نعم، إذا نكح من أبانها في عدتها، في عدتها ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول، هذا في إذا كان النكاح صحيحا. نعم. إذا كانت بينونتها صغرى، إذا كانت بينونتها
صغرى فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد وهي في العدة، لأن الماء ماؤه. نعم. فلو طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة للزواج الثاني، وإنما تكمل عدتها من النكاح الأول. نعم أعد. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها. نعم. ثم طلقها قبل الدخول بها، يعني نكاحا صحيحا. نعم. بأن كان إن بينونة صغرى. نعم. نعم. ثم طلقها قبل الدخول بها. نعم. يعني في العقد الثاني. اي نعم. بنت على عدتها الأول، لأن الثاني ليس له عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيدخل في عموم الآية. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.